وصلنا للمخرج رقم 3 في الوحدة السادسة. زي ما اتفقنا هناخد مخرج في كل حلقة. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن المخرج رقم 3 وهو تحديد أعطال الدوائر الكهربائية لسلكة المنزلية العادية والديفروست. طيب نبص مع بعض كده المخرج دوت فيه 7 نقاط هندرسهم مع بعض. أول حاجة هنعمل مقدمة كده عن المخرج ونتعرف عليه. بعد كده هناخد حاجة جديدة في أجزاء الدوائر الكهربائية اسمها الأوفرلود وهنعرفه وهنعرف تركيبه ونظرية عمله وكل حاجة عنه. بعد كده هخش على ريلي التيار. بعد كده الثرموستات ذو الانتفاخ الحساس. خامس حاجة المكثفات وازاي اختبرها. سادس نقطة خطوات حساب القدرة الكهربائية لمحرك الضغط. سابع حاجة الأعطال الكهربائية للسلكات العادية، الباب الواحد والبابين وأسبابها. يلا بقى نخش على أول نقطة عندي وهي مقدمة عن المخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندي 7 نقاط موجودة في المخرج رقم 3. طبعا المخرج دوت بيعتبر نقلة جديدة لينا اللي احنا هندرس بقى نبتدي على الدائرة الكهربية وناخد مكوناتها وناخد كل جزء وتركيبه ونظرية عمله وازاي يختبره في حاجة جديدة بالنسبة لنا. فاتمنى ان انتوا تركزوا معايا في الموضوع ده ودوت هينفعنا حتى في المراحل اللي جاية ان شاء الله. نبتدي مع بعض اول حاجة مقدمة عن المخرج. هناخد كده مقدمة هنحدد فيها اعطال الدائرة الكهربية لسلكات المنزلية العادية والديفروست. تمام. نخش بقى عندي هنا اول حاجة بقول ايه. تنقسم الثلاجات المنزلية لنوعين. اول حاجة ثلاجة منزلية عادية باب واحد اللي هي الثلاجات القديمة اللي احنا كنا بنشوفها زمان. تمام. ممكن الجيل بتاعكم ممكن ما يكونش فيه ناس كتير شافت الكلام ده. بتبقى تلاجة باجي افتحها بلاقي الفريزر فوق عبارة عن كابينة كده صغيرة والاقي الايه الكابينة اللي تحت اللي هي الايه التبريد موجودة تحت. دي التلاجة المنزلية العادية الباب واحد. عندي بعد كده بقى نقلة تانية تلاجة منزلية مركبة وتنقسم إلى نوعين. أول نوع عندي تلاجة منزلية مركبة عادية يتم إزالة الصقيع بها يدويا. اللي احنا في تلاجات كانت في خلال 10 سنين اللي فاتوا كان عندي هنا اللي احنا كان بيتكون تلج عليها وعشان اسيح التلج منفصل التلاجة واحاول اعمل اذابة للتلج دوت اعمله اذابة يدويا. تمام. اما بقى التلاجات الجديدة كلها تلاجات بيتم اذابة الصقيع فيها اوتوماتيكيا. ماشي. طب في الوحدة ديت هنتناول فقط بس الشرح على تلاجات المنزلية العادية الباب واحد او بابين اللي بيتم اذابة الصقيع فيها يدويا. يعني انا هتكلم على ده وده مش هنتكلم على الاوتوماتيكيه دي دلوقتي. طيب تعالى كده نبص مع بعض. اول حاجه ايه هي الدائره الكهربيه اللي تجمع منزليه يتم اذابه الصقيع بها يدويا. الثلاجه ادي عندي اهي الدائره الكهربيه. انا هعمل بس هتكلم على 3 حاجات موجوده في الدائره الكهربيه. طبعا سيبنا من ده كله انا هركز على الاوفرلود وعندي ريلي التيار والثرموستات. ال3 اجزاء دول هاخدهم واحد واحد كده تعالى نبتدي شرح فيهم. نخش على النقطة التانية اللي موجودة في المخرج بتاعنا وهو شرح الاوفرلود. أول حاجة بقى عندي الاوفرلود. إيه الاوفرلود دوت وإيه شكله؟ نبص كده. أول حاجة لازم أعرف الهدف منه. بيحمي الدايرة من زيادة الحمل. طب بمعنى إيه؟ بمعنى بيكون في فصلة ضغط عند زيادة شدة التيار أو فصلة ضغط عند ارتفاع درجة حرارة الضغط عن الحد الطبيعي. ده شكل الايه الاوفرلود اللي احنا طبعا بنشوفه في الورش والمعامل بتاعتنا بيبقى بالشكل ده. تمام. طبعا الطرف بتاع ده بيتوصل بالنقطة سي اللي هي النقطة المشتركة. زي ما احنا عارفين ان الضغط بيطلع منه 3 نقاط سي والار والاس. السي بتتوصل بالطرف ده اللي هو الخاص بالاوفرلود. طب يلا بقى نخش عليه كده ونشوف بقى تركيبه بالظبط. اول حاجة عندي ادي الاوفرلود اللي هو قطع وقاية من زيادة الحمل. نبص عبارة عن ايه. اهو عندي اول حاجة الغلاف الخارجي، غلاف من البلاستيك او البيكالايت. دي مادة من البلاستيك، مادة شديدة شوية عشان تتحمل درجة الحرارة اللي موجودة. ماشي. عندي هنا ازدواج معدني، عندي هنا سخان كهربي،
عندي هنا نقطة تلامس في عملية توصيل وعملية فصل بتتم، يبقى عندي نقطة تلامس، وعندي طرفين التوصيل اللي احنا شفناهم عندي هنا في الاوفرلود. اوريها لك اهو، الطرفين اهو، ادي طرف وادي التاني، واحد بيتوصل بالكهرباء والتاني بيتوصل بالنوتج سي زي ما احنا ايه بشرحنا. طب نبص كده مع بعض، يلا بقى ناخد التركيب. غلاف خارجي من البيكالايت، سخان كهربي، ازدواج معدني، نقط تلامس، اطراف توصيل. يبقى انا دلوقتي في الموضوع قطع وقوية، عشان اكتب عنه وبفهمه لازم ارسم واتعلم لان ارسم ده وحط المكونات بتاعتي عليه، وبالتالي قدرت اجيب التركيب. ومن المكونات دي طريقة العمل او نظرية العمل هتبقى سهلة جدا. ماشي، خامس حاجة اطراف توصيل. تعال بقى نشوف ايه طريقة توصيله، بيتوصل ازاي. بيتوصل على التوالي مع ملفات المحرك، يوصل بالنقطة سي زي ما احنا قلنا عند الكمبريسور او الضاغط في ثلاث اطراف سي والار والاس. الاوفرلود بيتوصل بالنقطة سي، نخلي بالنا ان الار والاس بيتوصلوا بريلي التيار اللي احنا هندرسه بعد كده. خلاص يبقى احنا عرفنا الثلاث اطراف، الطرف سي هو اللي هيتوصل بالاوفرلود. طب تعال بقى نتعلم مع بعض ازاي اتكلم على نظرية العمل. ان بيجي لي سؤال يقول لي ايه، اذكر تركيب ونظرية عمل الاوفرلود او قطع وقاية من زيادة الحمل الخارجي، تمام، اللي هو الاكسترنال اللود اوفر. تعالى كده نبص مع بعض. عند زيادة الحمل على الضغط، يبقى انا عندي لما باجي اتكلم عن نظرية العمل بيبقى عندي حاجتين، عند زيادة الحمل على الضغط وعند ارتفاع درجة حرارة الضغط. كويس جدا. طيب لما بيزيد الحمل على الضغط ايه اللي بيحصل؟ بيؤدي ذلك الى زيادة التيار الكهربي اللي هو الامبير اللي هو بيسحبه الايه الضغط، بتبقى بقيمة اكبر من المسموح به، وبمرور هذا التيار على السخان فتتولد طاقة حرارية تعمل على تقوس الازدواج المعدني، فيتم فصل نقطة التلامس وقطع التيار عن المحرك، وبالتالي ايقاف الايه الضغط. يعني انا عندي هنا الضغط بيوصل له تيار كهربي، التيار دوت عشان يوصل للضغط لازم يعدي على الاوفرلود الاول، تمام. لو الضغط دوت سحب امبير عالي نتيجه وجود مشكله في الدايره، الامبير العالي دوت ما هو بيمر عندي فين؟ ما بيمر عندي على الاوفرلود، تمام. ولما ده بيمر في الاوفرلود بيمر هنا عندي في السخان الموجود في الاوفرلود، السخان ده لما بيمشي فيه امبير عالي بيسخن اكتر، نتيجه السخونه وارتفاع درجه الحراره بيبقى عندي ازدواج معدني هيتقوس فيتم فصل نقطه التلامس، تمام. الكلام ده عند زياده الحمل بيزيد الامبير. طب نيجي بقى ناخد عند النقطه الثانيه عند ارتفاع درجه حراره الضغط، نخلي بالنا ده انا بحط الاوفرلود ده على الضغط على طول، يعني بارتفاع درجه حراره الضغط انا عندي ازدواج معدني موجود في الاوفرلود، الازدواج ده درجه حرارته هترتفع هيتقوس فيتم فصل نقط التلامس وقطع التيار عن محرك الضغط، وبالتالي ايقاف الضغط. طب تعال بقى نتعلم كده مجالات استخدامه، بيستخدم فين؟ بيستخدم في محركات الوجه الواحد لضواغط التبريد والتكييف حتى 5 حصان. تعال بقى نبص مع بعض كده، هعمل لك انيميشن حلو قوي للاوفرلود وازاي بيتم عمليه الفصل والتوصيل. نبص كده، ده الوضع الطبيعي بتاع الاوفرلود، بيبقى في حاله توصيل. يعني لو جبت اوفرلود وكده اختبره كده بره الدايره خالص الاقيه في حاله توصيل، اللي هو الطرفين دول هو نقطه التلامس دول موصله، تمام. لو حصل مشكله زاد الامبير او ارتفعت درجه حراره الضغط، الازدواج دوت هيتقوس زي ما احنا ما اتفقنا. خلي بالك ده تحتيه سخان اهو، خلي بالك ان الضغط عشان يمر في التيار الكهربي لازم يمر على الطرفين دول، يعني بيمر على السخان. لا طبعا لو امبير زاد درجه حراره السخان هتزيد، هيعمل ايه هنا؟ هيسخن الازدواج ده، فالازدواج دوت هيتقوس. لما يتقوس ايه اللي هيحصل؟ بص كده، لما تقوس ده حاجه فاصل النقطه دي عن النقطه دي، وبالتالي احنا قلنا الضغط بيوصل له تيار كهربي بس بيمر على الاوفرلود الاول، هيبص كده التيار هيمر مش هيوصل الناحيه الثانيه، وبالتالي مش هيوصل للضغط، وبالتالي هيتم فصل الضغط. نبص كده، تمام، ده الوضع الطبيعي. لو حصل مشكله بيبقى كده، يبقى في حاله الفصل والتوصيل، تمام. ده بالنسبه لقاطع وقايه من زياده الحمل الخارجي. طيب خلاص كده شفنا الاوفرلود، تعالى بقى نخش على ريلي
التيار اللي احنا قلنا هندرس 3 حاجات، الاوفرلود، ريلي التيار، الثرموستات. ريلي التيار اللي هو يعتبر تالت نقطة عندي في المخرج ده. ريلي التيار ايه الهدف منه؟ اول حاجة لازم اتعلم هدف منه ايه. الهدف منه فصل ملفات التوقيم عن ملفات التشغيل بعد ان يصل المحرك ل 75% من سرعته المقننة. طبعا احنا عارفين ان الضغط في ملفات تشغيل وفي ملفات تقويم. ملفات التقويم ديت بتدي عزم بدء الدوران عند بداية عمل المحرك، والمطلوب بعد كده ان احنا نطلعها من الدايرة. مين اللي بيطلعها؟ ريلي التيار. يبقى ريلي التيار بيعمل على فصل ملفات التقويم مع ملفات التشغيل بعد ان يصل المحرك الى 75% من سرعته المقننة. تركيبه زي ما احنا شايفين كده، عندي قلب، عندي ملف كهربي، عندي هنا نقط تلامس، دي اسمها الحافظة، وعندنا نقط تلامس ونقط التوصيل. تمام. عندي هنا 3 نقط، عند الام والاس والال. طبعا الام دي ممكن تبقى هي الار، يبقى عندنا الاس والار اللي هم بيخشوا في طرفين، اللي هم الاثنين دول اللي بيخشوا فين؟ في الضغط. طرف ال هو بيتوصل باللاين او طرف الكهرباء. يبقى عرفنا الطرفين دول بيتوصلوا بالضغط، وده الطرف ده بيتوصل بين بالتيار الكهرباء. تمام. عندي هنا نبص كده، ده الملف اللي موجود في الريلي، يعني التيار الكهربائي عشان يوصل ملف التشغيل بيعدي على الملف اللي موجود فين؟ في الريلي. طيب التيار الكهربي اللي هيروح لملف التوقيم لازم يعدي هنا على نقط تلامس، تمام، في حاله توصيل او في حاله ايه؟ فصل. الوضع الطبيعي بتاعها بيبقى في حاله فصل. لو انا مش موصل تيار كهربي تبقى النقط دي في حاله فصل، يعني مش هيوصل تيار كهربي للاس، يعني مش هيوصل تيار كهربي لملف التوقيم. كلام كبير قوي، تعالى كده نبص لايه؟ نتعلم اكتر. التركيب قلنا ايه؟ قلب حديدي. تمام. موضوع بسيط، ملف كهربي مصنوع من نحاس معزول، كويس جدا. مفتاح ذو نقطتي تلامس وعاده مفتوحه، اللي هي النورمال اوبن، على طول مفتوح. النورمال اوبن يعني الوضع الطبيعي مفتوح في حاله عدم توصيل التيار الايه؟ الكهربي. رابع نقطه، اطراف التوصيل اللي انا بوصل بيه. تمام. طب تعالى نتعرف مع بعض على طريقه توصيله. عندي هنا ملف الريلي بيتوصل على التوالي مع ملف التشغيل زي ما ذكرت. عندي هنا مفتاح الريلي اللي هو ده بيتوصل بالتوالي مع ملفات التقويم. تمام. خلاص خدنا التركيب وخدنا التوصيل، تعالى بقى نتكلم على نظريه العمل. مهمه جدا نظريه العمل. عند توصيل التيار الكهربي يمر التيار فين؟ في يمر التيار عالي في ملف الريلي. التيار في الاول ده بيبقى تيار عالي، بيبقى حوالي 6 اضعاف التيار الطبيعي، فتولد مجال مغناطيسي عالي يعمل على جذب القلب الحديد الاعلى، فيتم غلق ملف مفتاح الريلي، وبالتالي توصيل ملفات التقويم بالتوازي مع ملفات التشغيل يبدا المحرك الدوران. ايه الكلام ده؟ الكلام ده بيقول لي ايه؟ لما بوصل التيار الكهربي للريلي عشان اشغل الضاغط، طبعا هنا الضاغط او اي حاجه لما بتيجي تشتغل في البدايه خالص بتسحب امبير عالي. تمام. لما بيمر في الملف دوت امبير العالي ده بدايه ايه؟ بدايه التشغيل. ايه اللي بيحصل؟ ده ملف وقلب حديدي، يبقى هيتولد مجال مغناطيسي هيجذب القلب ده لفوق، وبالتالي هيوصل نقطة التلامس ذات. تمام. ولما بيوصل نقطة التلامس ذات هيدخل ملفات التوقيم فين؟ في الدايرة. يبقى هيمر التيار الكهربي في ملف التشغيل اللي هنا، وهيمر هنا في ملف التوقيم. الكلام دوت عند توصيل التيار الكهربي. طب لما بيوصل المحرك ل 75% من سرعته المقننة ايه اللي بيحصل؟ طبيعي التيار هيقل، ولما التيار هيقل هيقل المجال المغناطيسي، ولما يقل المجال المغناطيسي ايه اللي هيحصل؟ بيبقى عندي ياي هنا هتمسح بالقلب ده لاسفل، هتبقى قوه شد الياي اكبر من قوه المجال، وبالتالي يتم فصل نقطه التلامس، وبالتالي فصل التيار الكهربي عن ملف التقويم. مش احنا قلنا ده هتروح لملف التقويم وده هيروح لملف التشغيل، يبقى هيستمر الضغط بملفات التشغيل فقط. طب تعال ناخد نوع تاني من الريلي، هو الريلي الالكتروني. تمام. احنا عندنا الريلي كمان الريلي الجهد، بس مش هناخده ايه في المخرج ده. طب تعال نشوف كده الريلي الالكتروني عباره عن ايه. بص كده، عندي هنا طرفين توصيل، سيرمستور اللي هو كورس اسطواني. ده عباره عن ايه بقى؟ ده بيصنع او بيركب من اشباه الموصلات، وعباره عن مقاومه ذات معامل حراري تزداد مقاومته 1000 مره عند درجه حراره 110. عباره عن اشباه موصلات، عباره عن مقاومه. تمام. المقاومة بتاعته بتزيد 1000 مرة لما بتوصل درجة حرارته 1000
او 110 درجه مئويه. طب توصيله، بيتم توصيل مقاومه الريليه على التوالي مع ملفات التقويم عشان تخرج ملفات التقويم. طب تعالى بقى كده ناخد بقى ايه نظريه العمل. اولا عند بدء الحركه ايه اللي بيحصل؟ طبعا بتبقى المقاومه اللي موجوده مقاومه درجه حرارتها درجه حرارتها قليله، وبالتالي بتبقى في حاله ايه توصيل. تمام، بتكون درجه حراره مقاومه شبه الموصل، المقاومه دي درجه حرارتها منخفضه. تمام، فبتكون في حاله ايه توصيل. فبيمر التيار الكهربي خلال المقاومه الى ملفات التقويم. تمام، وبالتالي كده ملفات التقويم بتبقى متواصله بالتوازي مع ملفات التشغيل، فبيشتغل المحرك. خلاص نيجي بقى لما المحرك بيوصل ل 75% من سرعته المقننه، اللي هو بدا ياخد سرعته بقى الطبيعيه. الكلام ده بيتم بعد 3 5 ثواني تقريبا. لما بياخد بقى سرعته الطبيعيه ايه اللي بيحصل؟ بيكون هنا ايه مقاومه شبه الموصل درجه حرارتها تقعد تعلى، طول ما بيمشي فيها امبير درجه الحراره عماله تعلى، فبتزيد مقاومتها 1000 مره. فايه اللي بيحصل لما مقاومتها بتزيد؟ بيتم فصل نقطه التلمس بتاعتها. لما مقاومتها بتعلى او درجه حرارتها بتعلى، بتعلى مقاومتها، فبيتم فصل نقطه التلامس ايه الموجوده على طرفه، وبالتالي فصل ملفات الايه التقويم الدرجي. يبقى الهدف من الريلي عامه او الريلي الالكتروني فصل ملفات التقويم عن ملفات الايه التشغيل. نيجي ناخد بقى ايه الملحوظه البسيطه ديت عندي، بتقول لي ايه؟ اثناء دوران الوحده وبعد خروج ملفات التقويم من الدايره تظل المقاومه الحراريه تمر كميه بسيطه جدا من التيار. بيمر فيها تيار بس التيار دوت غير كافي لعمل ملفات التقويم، ولكنها تحافظ على عدم برودة المقاومة الحرارية. تمام، حتى لا تعمل ملفات التقويم، يعني بيمشي امبير بيمشي تيار في الريلي. تمام، طبعا الامبير ده بيمشي فيه عشان يحافظ على درجة الحرارة عشان بعد كده ما يشغليش ملفات الايه التقويم. تعود حالة المقاومة الحرارية لوضع التشغيل مرة أخرى بعد برودتها، يعني لما بتبرد بترجع في حالة ايه توصيل تاني. والكلام ده بيتم لما بفصل التلاجة فترة. خلاص كده اتكلمنا على الاوفرلود واتكلمنا على الريلي، تعال نخش بقى على الثرموستات. الثرموستات دي تعتبر رابع نقطة عندي موجودة في المخرج. احنا عندنا 7 نقط، فاحنا دلوقتي في النقطة رقم 4. تعال بقى نعتمد ونشوف بقى ايه فكرة عمل الثرموستات. بتعتمد فكرة عمل الثرموستات على غرفة منفاخ مرن، اللي هي الغرفة دي بها غاز مناسب ومتصلة بأنبوبة شعرية. تمام، فعند تمدد الغاز الموجود هنا، عند تمدد الغاز بتكون حركة المنفاخ لأعلى. تمام، يعني بتمدد، فيتجه طرفي الرفعة عندي هنا رفعة ايه لأسفل لفصل نقطة التلامس والعكس. ايه الكلام ده؟ تعال بقى ناخد الكلام ده ونشرحه. ادي عندي ثرموستات وعندي طرفين توصيل. طبعا ده تحكم او كنترول، فبتوصل مع الضغط بالتوالي، يعني اخد طرف كهربا ومن ده اودي على الضغط، يعني الضغط ما وصلوش كهربا لما يعدي على الثرموستات الاول، يشوف في حاله توصيل ولا في حاله فصل. في حاله توصيل هوصل التيار الكهربي للضغط، في حاله فصل مش هوصل التيار الكهربي ايه للضغط. عمليه بسيطه جدا. تمام، انا عندي الثرموستات اللي احنا بنشتغل عليه ده ثرموستات تبريد تدفئه، يشتغل تبريد وتدفئه. عندي نقطه 2 و3 وعندي نقطه 2 و1. النقطه 2 دي النقطه المشتركه. طب تعالى كده بقى ناخد ايه التركيب. التركيب عبارة عن غرفة منفاخ مملوءة بغاز مركب التبريد وتتصل بأنبوبة شعرية أهي. تمام، تنتهي بانتفاخ حساس اللي هو ده. خلاص، وتتصل غرفة المنفاخ بأسفل، غرفة المنفاخ أهي، برفع على شكل حرف اللي هو الحرف ده. تمام، عامل زي الزد ده أهو ده. تمام، طيب إيه تاني عندي هنا؟ ياي ضبط. ياي ضبط أحد طرفين متصل بمسمار ضبط الفرق التفاضلي اللي هو ضبط المصنع، ماشي، والطرف الاخر متصل بالرافعه ذات محور يتغير وضعها بواسطه كامه اللي هي الكامه ديت. المدى دي طبعا بتحدد لي مدى تشغيل درجات الحراره التبريد او تدفئه. تمام، عندي كده عندي مفتاح الثرموستات له 3 اطراف 2 و3 و1. تمام، مفتاح الثرموستات له 3 اطراف هم 2 و3 للتبريد، يعني 2 مع 3 اشغل عمليه التبريد، وعندي هنا 2 مع 1 شغالة تدفئة. تمام، نخلينا في المهم، نيجي تعالى بقى ناخد نظرية العمل، حالة التوصيل وحالة الفصل. لما بظبط الثرموستات على وضع التبريد، حالة التوصيل وحالة الفصل. حالة التوصيل ايه اللي بيحصل؟ عند ارتفاع درجة حرارة الغرفة ايه اللي بيحصل؟
بيتمدد الغاز في الانتفاخ الحساس فيتحرك المنفاخ لأسفل فيغلق التلامس 2 و3 فيعمل الضاغط في الحالة دي. عندي هنا غرفة المنفاخ فيها غاز مركب تبريد، الغاز ده بيتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة. لما بترتفع درجة حرارة الغاز هنا ايه اللي بيحصل له؟ المنفاخ دوت بيتمدد. بص كده معايا، لما بيتمدد ايه اللي يحصل؟ لما يجي يضغط هيضغط على ايه؟ هيضغط على الرفحة دي لأسفل. نبص كده نخلي بالنا الرفحة دي لما تنزل لأسفل ايه اللي هيحصل؟ هيعمل ايه؟ هيحرك الرفحة دي ناحية اليمين، هيوصل 2 ب3 تمام؟ وانا هوريك فيديو دلوقتي بيها انيميشن حلو قوي. طب تيجي على بقى ايه، احنا خدنا عند ارتفاع درجه الحراره، طب عند انخفاض درجه الحراره ايه اللي بيحصل؟ عند انخفاض درجه حراره الغاز ينكمش الغاز في الانتفاخ الحساس فيتحرك المنفاخ لاعلى تمام، فيتم فتح نقطه التلامس 2 و3 فيتم فصل الايه الضغط عند المنفاخ ده. لما تنخفض في درجه الحراره هينكمش، يقوم ساحب الرفعه ديت، وبالتالي يقوم فاصل نقطه 2 عن نقطه 3. تعالى بقى نشوف الفيديو ده كده او الانيميشن ده، وضع التبريد ماشي 2 و3، ده في حالة ايه؟ ارتفاع درجة الحرارة اتمدد فضغط على الرفعة الأسفل فوصل 2 ب3. طب تعالى كده ايه اللي حصل هنا؟ هنا انخفض درجة الحرارة، انكمش القياس، سحب الرفعة لفوق، ده جاي ايه؟ فاصل نقطة 2 عن 3. طبعا احنا مش هناخد وضع التدفئة، احنا هنا وضع التبريد بس، هنعتبر 2 و3 بس هما الموجودين تمام. نرجع تاني كده، وضع الايه الضغط كده هيشتغل، هنا الغاز اتمدد فضغط على الرفعة الأسفل فوصل 2 ب3. تعالى كده تاني، تعالى تعالى بقى لما تنخفض درجة الحرارة أهو نبص الحركة، دي الحركة اللي بتتم على السلوسات كتير أوي. تعال بقى نخش بقى على مجالات استخدامه، بيستخدم في إيه؟ ده سؤال برضه مهم. الثرموستات ذو الانتفاخ الحساس، عندي هنا ثرموستات 2 طرف يستخدم في الثلاجات الايه المنزليه، عندي ثرموستات 3 طرف يستخدم في اجهزه التكييف او الغرفه من نوع الشباك او المنفصل تمام. ده احنا كده خدنا الثرموستات ذو الانتفاخ الحساس. تعال نخش على خامس نقطه، وهي المكثفات الكهربيه وازاي اختبرها. في البدايه عندي هنا مجالات استخدام تم توضيحها وشرحناها بتاعت المكثفات في الوحدة السابقة اللي هي وحدة التوصيلات الكهربية، بس احنا هنركز هنا بس على اختبار المكثفات الكهربية. تعالى يلا بقى كده نبتدي، انا عندي مكثف كهرباء وعايز اختبره، اختبره ازاي؟ الطريقة الاسهل لافراغ شحنة المكثف هي لو عندي مكثف اهو وعايز اختبر المكثف دوت بيفرغ ويشحن ولا بيشحن ويفرغ، انا وصلت له طرفين كهرباء وشحنته، طب عايز اعرف هو هيفرغ ولا لا. اسهل طريقه ان انا بجيب مصباح كهربي قدرته مثلا 20 واط وابدا اقوم اوصل له الطرفين بتوعات الايه المكثف، ايه اللي هيحصل؟ المكثف هم مفرغ الشحنه في اللمبه فاللمبه تقيل، يبقى توصيل اطراف مصباح كهربي قدرته 20 واط باطراف المكثف هيؤدي ذلك لافراغ الشحنه الكهربيه المخزنه في المكثف بشكل عام، يبقى انا هفرغ اللمبه ايه هتقيد وبعد كده تطفي تاني، يبقى انا كده عرفت ان هو فرغ وشحن شحن وفرغ تمام. طب في طريقه تانيه اختبر بيها المكثف؟ عندي الطريقه التانيه وطريقه سهله جدا، بس هي مش متوفره مع ناس كتير، اللي هي محتاجه جهاز زي جهاز الافوميتر كده، بس بيبقى من ضمن القراءات اللي بيقراها قراءه الفراغ اللي هو ساعه المكثف. يبقى لو عندي الكلام دوت وبحدده على قراءه الفراغ او ساعه المكثف وبقيس الساعه الكهربيه للمكثف، بقول هنا ان كنت تمتلك جهاز قياس متعدد به مقياس الفراغ، ودي مهمه جدا لازم يبقى موجود فيه، يمكن فحص المكثف بسرعه طبعا، وهيقول لي هنا كام مايكرو فراغ، واطبق الكلام دوت باللي مكتوب عليه، هنا مديني هنا 2200 مايكرو فراغ، هنا اداني 2000، يعني تقريبا المكثف سليم. تعال بقى نخش على في طريقه ثالثه، في طريقه ثالثه بس خلي بالك الطريقه دي خطر شويه، طريقه معرفه اذا كان المكثف فيه شحنه كهرباء ولا لا، ده كله احنا بنختبر في المكثف تمام. اهي اول طريقه دي اسهل طريقه، وتاني طريقه لو متوفر الجهاز اللي هو يقيس الفراغ ده يبقى كويس جدا. في بقى الفنيين، بعض الفنيين بيعملوا الكلام ده اللي هي النقطه الاختبار اللي هو رقم 3 ده، ازاي يختبر المكثف انه فيه شحنه كهربائيه ولا لا؟ بص كده، اللي انا بجيبها عندي هنا المكثف ومشحون، بقوم جاب
المفك طبعا معزول، ومهم لمس الطرفين دول ببعض، بيبقى عامل هنا عمليه شارز اللي هو بيخرج الشحنه دي. يبقى افراغ هذه الشحنه عن طريق ملامسه الطرفين المكثف بمفك معزول. ولكن خلي بالك بقى، لا ننصح بذلك، لان توصيل اطراف مكثف زي فرق جهد مرتفع ومشحون بالكامس يؤدي الى تدفق تيار مرتفع في المكثف الكهرباء، ممكن يؤدي الى انفجار المكثف. خلي بالك بقى، تخيل بقى لو ايه، لو انت ايه انفجر وانت ماسكه بايدك. فعشان كده بنقول الموضوع دوت بيبقى خطر، لان اختبره بالطريقه ديت، بس ممكن اختبره بالطريقه دي. طب عندي بالك، خلي بالك بقى من النقطه ديت، انا ممكن ايه، عندي مكثف اهو ومشحون، اوعى تلمس الطرفين بصباعك، لان لو مكثف دوت مشحون هيفرغ الشحنه دي في ايدك، والموضوع دوت هيبقى صعب جدا، وممكن يؤدي الى ايذائك او وفاتك، وتوخي الحذر للغايه اثناء افراغ شحنه المكثف قبل المتابعه. خلي بالك من النقطه دي جدا، ان انا امسك مكثف والمس الطرفين بتاعته بايدي. كده خلصنا النقطه رقم 5، نخش على النقطه رقم 6. نقطة رقم 6، خطوات حساب القدرة الكهربية لمحرك الضغط. ازاي احسب القدرة الكهربية لمحرك الضغط؟ تعالى كده نشوف الخطوات ديت. اولا لازم اعرف قيمة شدة التيار والكفاءة وفرق الجهد للمحرك. بعرفهم ازاي؟ عن طريق روزيتا موجودة على محرك الضغط. ادي الروزيتا اهوت، بيجيب لي عند الامبير والفولت، بيجيب لي هنا عدد اللفات والقدرة بتاعتي بالحصان، وعندي هنا هو الكفاءة بتاعته، بشوفها برضو على المحرك. عندي هنا عشان اقدر اجيب الكلام ده، بيتم التعبير عن فرق الجهد للمحرك بوحدة الفولت، تمام. اما يتم التعبير عن شدة التيار بوحدة الامبير، يبقى عندي فرق الجهد بقيسه بالفولت، شدة التيار بقيسه بالامبير. ويتم التعبير عن الكفاءة كنسبة مئوية، اللي هي الافشنسي، اللي هي بتبقى كام في المية، تمام. الافشنسي هي موجودة. طب وافترض ان تجد هذه القيم على جسم المحرك نفسه على الروزيت، تمام. بعد كده عندي معادلة بقى عن طريقها بحسب القدرة بالحصان. طب المعادلة دي بتقول ايه؟ بيقول لي القدرة المحرك بالحصان بيساوي فرق الجهد اللي هو الفولت في شدة التيار اللي هو الامبير في الكفاءة الموجودة للمحرك. بضرب ده في ده في ده وبقسمه على 746. ليه؟ لان لما بضرب الثلاثه دول في بعض بيطلع لي هنا الوحده بالوات، عشان احولها للحصان بقوم قاسم على 746، تطلع لي الوحده بالحصان. طب تعالى ناخد مثال على الكلام ده. احسب قدره الحصانيه لمحرك يعمل بفرق جهد 230 فولت ويسحب 4 امبير ويعمل بكفاءه قدرها 82%. انا عارف القدره بتساوي فرق الجهد في الامبير في الافشنسي او هي كفاءه على 746. بقوم ضارب ده في ده في ده على 746، اداني هنا واحد حصان، وبكده انا عرفت ان قدره المحرك بتاعي واحد حصان. تعالى بقى نروح لاخر نقطه عندي، نقطه رقم 7، وهي الاعطال الكهربيه للثلاجات العاديه، الباب واحد والبابين واسبابها. طبعا دي اخر نقطه موجوده عندي هنا في المخرج ده، ومحتاجين ان احنا نركز فيها شويه. يلا بقى نخش على الاعطال الكهربيه. تعال بقى ناخد اول عطل عندي. هناخد العطل الاولاني، حدوث شورت عند تشغيل السلاجة المنزلية. يعني ايه شورت؟ يعني كان لمست طرفين كهرباء ببعض يعمل لي شورت. طب ايه الاسباب بقى المتوقعه كده؟ اكيد تلامس بين اسلاك الدائره الكهربائيه، تمام. تاني نقطه، وجود كسر بملفات تشغيل او التوين محرك الضغط. يعني ايه كسر؟ يعني مثلا عندي اطراف، عندي هنا ملفات تشغيل وملفات تقويم بتبقى معزوله بماده الورنيش، لو العزل دوت راح او حصل فيه مشكله فلمس الاطراف ببعض، فده يلمس لي الايه؟ الاطراف ببعض فيعمل لي ايه؟ شورت. ثالث نقطه، وجود شورت بسخان جدار الفاصل في الثلاجه اللي هو البابين. دي الاسباب الموجوده في حدوث شورت عند تشغيل الثلاجه. نيجي بعد كده ناخد حدوث شورت عند فتح باب الثلاجه. يعني مش شورت بس كده وبس في الثلاجه، لا، ده لما بفتح الثلاجه بس، لما اجي افتح باب الثلاجه بيحصل لي المشكله دي. اول حاجه، وجود تلامس بين طرفي دوائيه اللمبه. دوائيه اللمبه حصل تلامس بين الطرفين بتاعتها، تمام، يعمل لي ايه؟ القفله ديت، تمام.
ما انا الدوايه بتاعتي ليها طرفين، لو انا لمست الطرفين دول ببعض يبقى انا كده وصلت الطرفين الكهرباء، الطرف الكهرباء والطرف النيوترال اللي هو الارضي ببعض، وبالتالي عملت كده ايه قفله. تمام، هو ده السبب الايه المتوقع ليه. طب تعال بقى ناخد ايه العطل رقم 3، التلاجة لا تعمل وحرك الضغط لا يعمل واللمبة لا تضيء، الأسباب ده طبعا أكيد يعني لا عدم وجود تيار بالبريزة، يعني مفيش كهرباء أساسا موجودة في البريزة. رقم 2 في الأسباب وجود فصل بالفيش، الفيشة عندي فيها مشكلة. تمام، الفيشة عندي فيها طرفين، ممكن يبقى فيها طرف مش متوصل صح فبالتالي مش هيوصل التيار الكهربي للضغط، أو عندي السلك بتاع الكابل بتاع التلاجة فيه قطع. تمام، دي 3 أسباب الموجودة. تعالى بقى نخش على العطل اللي بعد كده، الضغط لا يعمل بينما اللمبة تضيء عند فتح باب التلاجة. ايه ده، الضغط ما مش شغال بس لما باجي افتح باب التلاجة اللمبة منورة، ده معناه ان في تيار كهربي واصل للدايرة الكهربية. ايه الأسباب بقى؟ أول حاجة الثرموستات ممكن يكون في وضع إيقاف مش بيوصل تيار كهربي للضغط، أو الثرموستات نفسه بايظ. النقطة رقم 3، أحد الأسلاك الموصلة ريلي الليلة ريلي أو الأوفرلود ممكن تكون مفكوكة، بعد كده تلف الأوفرلود أو الريلي. تمام، ده بالنسبة للعطل ده، أو وجود قطع بملفات محرك الضغط عشان كده ما بقومش ليه المحرك. طب تعالى ناخد بقى إن الضغط عندي شغال بصفة مستمرة مع وجود تبريد، الضغط بيعمل بصفة مستمرة وفي تبريد في الدار، ايه الاسباب؟ عندي ان هو اللي المفروض بيفصل الضغط مين؟ الثرموستات. تمام، طب الثرموستات توصلته ازاي؟ بيبقى عندي الثرموستات وبقى عندي هنا عندي في انتفاخ حساس اللي هو البلب بتاعه بيتوصل ايه او بيتحط على ملفات البخر. طبعا البلب دوت لو وقع ومش متوصل كويس بملفات البخر مش هيحس بالبروده وبالتالي مش هيفصل الضغط ويخلي الضغط شغال فتره ايه على طول، يبقى سقوط بلب الثرموستات من مكان تثبيته بالفريز. تاني نقطة، تلف الثرموستات، نقاط تلامسه ملحومة ما بتفصلش. تالت حاجة، وجود كسر بسخان المراية في التلاجة البابية. تعال نخش على العطل اللي بعده، الضغط بيحول البدء ولكن الاوفرلود بيفصل. الضغط عايز يشتغل بس الاوفرلود ينفصل، ده سببه ايه؟ ممكن يكون الفولت اللي داخل التلاجة يكون فولت ايه قليل، انخفاض شديد في الفولت، او ممكن يكون عندي الريلي عندي فيه مشكله ما بدخلش ملفات التقويم فالضغط عمال يزن ومش عارف يقوم. تمام، تالت حاجه ممكن يحصل عندي قطع ملفات الايه التقويم. تمام، ملفات التقويم ما هي اللي بتدي عزم بدء، الضغط عمال يزن عايز يشتغل ومش عارف ان ملفات التقويم مش ايه ما بتخش. رابع نقطه، عندي تلف كبستر التقويم لو الدايره فيها ايه كبستر تقويم. طب تعالى ناخد كده شويه اسئله ونجاوب عليها. أكمل العبارات التالية، تنقسم الثلاجات المنزلية إلى نوعين هما نقط ونقط. أول حاجة طبعا هما تنقسم الثلاجات المنزلية إلى نوعين، هما ثلاجة منزلية مركبة عادية يتم إزالة الصقيع بها يدويا، و إيه تاني؟ ثلاجة مركبة صح كده يتم إزالة الصقيع بها أوتوماتيكيا. طب تعالى ناخد سؤال كمان، عندنا بيقول لي إيه؟ يوصل قاطع الوقاية من زيادة الحمل هو الأوفرلود على، ها أكيد على التوالي، على التوازي، ها على إيه؟ على التوالي. تمام، مع إيه بقى؟ مع المحرك اللي هو موجود في الطرف إيه؟ سي. تعال ناخد تاني سؤال، تعتمد نظرية عمل الثرموستات على نقط وبها غاز مناسب ومتصلة نقط وانتفاخ حساس، الإجابة تعتمد نظرية عمل الثرموستات على غرفة منفاخ مرنة مغلقة. تمام، غرفة المنفاخ وبها غاز مناسب ومتصلة ب أنبوبة شعرية وانتفاخ حساس، كلام مظبوط. تعالى بقى ناخد السؤال رقم 4، المكثف أو الكباستور هو نقط، وتقسمت المكثف بنقط سهلة جدا، المكثف بيقوم بتخزين الشحن وتقسمت المكثف بالإيه فراد أو الميكرو فراد، خلي بالك إن الفراد فيه مليون ميكرو فراد. 5، السؤال الخامس، من الأسباب التي تؤدي إن الثلاجة لا تعمل، محرك الضغط لا يعمل واللمبة لا تضيء، إيه هي بقى الأسباب ديت؟ ده عندي إيه؟ ده 3 أسباب، أول حاجة عدم وجود تيار بالبريزة، وجود فصل بالفيشة، وجود قطع بكابل التلاجة.
تعالى بقى نخش على تمرين كويس جدا، وخلي بالنا التمرين ده هيتنفذ عملي في المدرسة أو في المعمل، هو تحديد أطراف محرك الضغط وفحص ملفاته. الخامات المطلوبة للموضوع دوت محتاج دوت من نوع محكم الغلق لتلاجة منزلية عادية. العدد اللي أنا هشتغل بيها هيبقى عندي جهاز قياس اللي هو الكلامب أمبير، وعندي محتاج وصلات توصيل الكهرباء، مفك تيست، مفك عادة، ومفك صليبة، وبنسة بجوز. تمام، دي الخامات ودي العدد اللي أنا هشتغل عليها. طب تعالى نخش كده بقى على الشغل. دي بداية الشغل العملي بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه. انا اجيب محرك وابتدي احدد في ملفات المحرك، في ملفات تشغيل وفي ملفات تقويم، في النقطة سي اللي هي النقطة المشتركة، وفي النقطة ار، وفي النقطة اس. طب انا في التجربة ديت محتاج يكون معايا جهاز افوميتر واظبطه على قراءة الاوم المقاومة. اول حاجة هعملها هقيس المقاومة بين النقطة 1 و2 والنقطة 1 و3 والنقطة 2 و3. يعني هجيب الجاكين بتاع اوتي وهوصل هنا واوصل هنا واوصل هنا واقرا المقاومات. طب تعالى كده، اول حاجه هقوم جايب الجاكين عند 1 و2، قايس طلع لي 20 اوم، اقوم كاتب هنا 20. مركز جدا في الموضوع ده. خلاص عملت بين 1 و2، تعالى نعمل بقى بين 1 و3. ها 1 و3 ادتني عندي 30 اوم زي ما احنا شايفين كده. خلاص تعالى بقى نخش على المقاومة، نجيب بقى القراية بين 2 و3. 2 و3 نبص كده بالراحة ادتني 50 اوم. بقى انا كده عندي 3 قرايات. اشيل بقى جهاز الافوميتر كده على جنب وابتدي اتناقش في القرايات اللي طلعت لي ديت 20 و30 و50. اول حاجة عيني تيجي عليها اللي هي القراية الاكبر، القراية الاكبر اللي هي 50. نخلي بالنا القراية الاكبر ديت هي تبقى النقطة التالتة اللي بين دي ودي، تبقى هي النقطة سي. يعني انا قست من 2 و3 ادتني ايه؟ 50. النقطة التالتة اللي هي اكيد هتبقى 1 هي سي. تمام، يبقى اكبر مقاومة بين طرفين يكون الطرف التالت هو سي. عرفت كده ان ده سي، وبالتالي يبقى انا عندي ملفات تشغيل وملفات تقويمة تطلع من نقطة سي اللي هي النقطة 1. طب ده التشغيل وده التقويم، ولا ده التقويم وده التشغيل؟ اعرف ازاي؟ اقوم رايح بقى على القرايتين التانيين، اشوف ان القرايه الاقل فيهم تبقى قرايه ملف التشغيل 20 و30، يبقى هنا ايه مقاومه ملف التشغيل؟ طيب هتبقى ايه؟ هتبقى رقم 2. يبقى 2 هنا الار، احنا خدنا 1 عرفنا اللي هو السي. خلاص يبقى عندي هنا 2، عندي ده اديني قرايه اقل، يبقى ده التشغيل، واكيد التالت دوت هيبقى التقويم. تمام، يبقى انا كده بالطريقه العمليه اللي احنا اشتغلنا عليها دي احدد ملفات الضغط. ادي ده ملف التشغيل وادي ده ملف التقويم. ضروري جدا لما باجي احدد ان دوت سي، وطبعا ده بعرفه لما هو بيديني اكبر مقاومه او مطلع منه ملفين، عشان يبقى واحد فيهم تشغيل والتاني تقويم. ده اداني مقاومه اقل من ده، يبقى ده التشغيل وده التقويم. بسيطه جدا، ادي شكل الضغط ودي 3 قرايات. تمام، السي والار والاس، نبص كده مع بعض. السي هتبقى القرايه بين النقطه دي ودي، ادتني اكبر قرايه 4.1. نبص كده، ده 1 وده 3. تمام، هتبقى عندي قرايتين 1 و3، الاقل 1، يبقى ده التشغيل وده التقويم. تعالى كده بقى فحص الثرموستات. ازاي اعمل فحص للثرموستات ظهريا؟ لو عندي هنا ثرموستات تلاجة 2 طرف بمشتملاته، وعندي ثرموستات 3 طرف بمشتملاته، ايه العدد اللي هستخدمها؟ زي ما احنا اتعلمنا عندنا جهاز قياس كولومب امبير، لابنس لامبير، عندي الوصلات، مفك تيست، مفك عادة، فك صليبة، وعندي البنسة اللي انا هشتغل عليها اللي انا اقطع بيها الاسلاك. خش على خطوات التنفيذ، انا هنفذ بقى ازاي التمرين ده. خلاص اول حاجه بعملها مادام هشتغل كهربا، يبقى هفصل التيار الكهربي عن التلاجه زي ما احنا شايفين كده. فصلت التيار الكهربي، هبتدي بقى على الخطوه رقم 2، اقوم مخرج. انا هشتغل على الثرموستات، هخرج الانتفاخ الحساس اللي هو البلب من المكان المثبت به بالمبخر، اللي هو اقوم طالع بالسلك بتاعه كده. بعد كده افحص الجزء الحساس اللي هو البلب بالنظر،
واتأكد من ان هو سليم. بعد كده النقطة رقم 4، انزع اكرة الضبط من زراع الثرموستات. ماشي. بعد كده افك علبة الثرموستات من مكانها، اطلع بقى الثرموستات بتاعي خالص كده بره خالص، وافك هنا الثرموستات من علبة الثرموستات، وهي انا كده طلعت لي الثرموستات بالبلب بتاعه عشان ابدا بقى ايه اختبره. عندي مثلا طرفين للثرموستات، تعالى بقى كده اقوم جايب جهاز الافوميتر واظبطه على قراءة الاوم، وابتدي احضر نفسي اللي انا ايه هقيس. شغل جهاز الكلام بامبير وضبطه على قراءة الاوم. بعد كده بضبط الثرموستات على اقصى درجة ايه حرارة بتحريك زراع الثرموستات في اتجاه عقارب الساعة، يعني بظبطه على وضع التبريد. المفروض لك دلوقتي لما باجي اقيس هيديني قراية، تمام؟ قياس المقاومة بين طرفي الثرموستات، فإذا أعطى قراءة مع سماع صوت ما بقى في جهاز الأفوميتر، أنا بظبطه على قراءة الأوم وفي صوت تصفير الجهاز، هتلاقي علامة الصوت، تمام؟ يعني لو وصل الطرفين دول ببعض بيديني صوت أو أسمع بزر، تمام؟ فبتأكد إن الطرفين دول موصلين. فلو إداني صوت دل ذلك على نقاط التوصيل الداخلية موصلة، وكده يبقى تمام. وإذا لم يسجل قراءة ولم يسمع صوت صفارة في الجهاز يكون الثرموستات تالف. يبقى أول حاجة بظبطه على وضع التبريد وأقيس، المفروض يديني توصيل، تمام؟ ما ادانيش توصيل يبقى هو تالف. تعالى بقى ناخد إيه النقطة رقم 10، بحرك زراع الثرموستات في اتجاه عكس عقارب الساعة، بخليه على وضع الإيه الفصل، تمام؟ ومفروض دلوقتي أنا هقيس الطرفين بتاعوتي. لو أنا جيت أقيس الطرفين ومش اداني قراية يبقى الثرموستات دوت كده سليم، لأن أنا عامله على وضع الإيه الفصل. اما لو اداني قرايه ده معناه ان في عندي مشكله في الثرموستات دوت، تمام؟ تمام. تعالى بقى كده نكمل فحص الثرموستات. في اختبار فحص الثرموستات بطريقه تانية، اللي انا بحط البلب في اناء به تلج، تمام؟ انا بقى كده التجربه ديت انا عايز اشوف البلب بتاع الثرموستات فيه مشكله ولا لا، تمام؟ فبحطه في اناء فيه تلج، المفروض التلج دوت هيخفض درجة حرارة الايه الغاز الموجود جوه الثرموستات. المفروض ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هينخفض درجة حرارة الانتفاخ، وبالتالي هيتم فصل الثرموستات. لو انا جيت اقيس المقاومة المفروض مش هيديني قراية، تمام؟ لو مش اداني قراية ده معناه ان ده سليم. بعد كده بقوم مخرج البلب من التلج وبنتظر شوية عشان يحصل عملية ايه اللي هو البلب يسخن بقى شوية، تمام؟ المفروض لما البلب هيسخن ايه اللي هيحصل؟ هيوصل نقطة التلامس، فإذا أعطى قراءة دل ذلك على سلامة الثرموستات. تعال بقى نحدد أطراف الثرموستات، ماشي؟ عندي هنا أطراف الثرموستات ثلاثة، ماشي؟ ثلاثة وأربعة وستة. الطرف ستة ده بيبقى هو الطرف المشترك، والطرف ثلاثة بيبقى طرف الإذابة، والطرف أربعة هو طرف التبريد، ماشي؟ عندي ثلاث أطراف، ثلاثة وأربعة وستة. خلاص اختبر ازاي واحدد اطراف الثرموستات دي ازاي؟ بس اهم حاجه اعرف 6 مشترك، 3 اذابه، 4 تبريد. خلاص تمام. بضبط الثرموستات على وضع التشغيل بتحريك زراع الثرموستات في اتجاه عقارب الساعه، يعني بحطه على اي درجه حراره، خلاص. وبعد كده المفروض هو دلوقتي شغال تبريد، خلاص. وضع الانتفاخ الحساس في اناء به ايه ثلج مجروش، في الحاله ديت 6 مع 3 يعطي ايه قراءه. ده معناه ايه؟ معناه ان لما جيت حطيت البلب دوت في اناء في تلج، فالتلج دوت خفض درجه الحراره، وبالتالي ايه اللي هيحصل للثرموستات؟ هيتحول دلوقتي وضع التبريد بتاعه هيبقى في حاله فصل، وهيبقى شغال في وضع اذابه، يعني معناه ان 6 اللي هو المشترك هيبقى هيديني قرايه مع طرف 3، ودي بنقول عليها فتره اذابه الصقيع، تمام. بعد كده بيتم وضع الانتفاخ الحساس في اناء به ماء ساخن، انا هعرضه بقى لدرجه حراره مرتفعه. لما يحصل درجه حراره مرتفعه ايه اللي هيحصل؟ هيوصل لي 6 مع 4، المفروض 6 مع 4 يديني قرايه، ودي وضع التبريد، خلاص تمام. يبقى انا دلوقتي بختبر الثرموستات، بحطه في اناء فيه تلج او بحطه في اناء فيه ميه سخنه. لما بحطه في اناء فيه تلج بيوصل لي 6 مع 3 بيبقى حاله توصيل، ولما بحطه في ميه سخنه بيوصل لي 6 مع 4 اللي هو فتره التبريد. معلش طولنا عليكم في الفيديو دوت، بس محتاج ان انا اخلص المخرج كله. تعالى بقى نعمل فحصنا الثرموستات.
تعالى بقى نعمل فحص للأوفر لود. الأوفر لود عشان أعمل له عملية فحص واختبار، يبقى عندي الخامات لازم أكون جايب أوفر لود. العدد اللي عندي زي ما احنا اتفقنا، أهم حاجة عندي بنسة الأمبير، كلاب أمبير، وصلات، مفك تيست، والمفاكين بتاعتي، والبنسة اللي أنا هشتغل عليها عشان أقطع بيها الأسلاك. تمام، يلا بقى كده نخش على خطوات التنفيذ. أول حاجة بفك غطاء مجموعة الضغط اللي فيها الأوفرلود، تمام، وبخرج الأوفرلود بره الدايرة خالص. ببدأ كده بعد كده أقيس المقاومة بين طرفي الأوفرلود بالكلام بأبيض. بقيس هنا المقاومة، المفروض في الوضع الطبيعي هيديني في حال توصيل هيديني إيه؟ قراية. فإذا سجل قراءة أو سمع صوت صفير الجهاز دل ذلك على نقاط التوصيل الداخلية موصلة ويكون الأوفرلود سليم. طب لو مش اداني قراية؟ لو مش اداني قراية ده معناه الاوفرلود دوت في قطع او في مشكلة، ومحتاج لنا تالف، ومحتاج لنا اغيره باخر جديد. طيب نيجي بقى نقطة خمسة في اختبار الاوفرلود. بختبر الاوفرلود ويتم ذلك عن طريق تسخين اسفل كورس الزون. باجي عندي هنا الاوفرلود بوم قلبه، وبعرض هنا ده طبعا احنا قلنا في الوضع الطبيعي موصل. عندي هنا السخان والازواج بتاعه، لو انا جيت عرضته مثلا لولاعه او كبريت تحت ايه اللي هيحصل؟ هيسخن، المفروض هيتقوس، المفروض يديني عمليه فصل للنقطتين دول. لو حصل كده هتسمع صوت تكه لما بتعرضه لدرجه حراره مرتفعه. صوت التكه ده معناه عمل عمليه فصل، وما دام عمل عمليه فصل هيفصل لك الطرفين دول عن بعض، وبالتالي كده ده معناه ان الاوفرلود بيعمل عمليه ايه؟ فصل، يعني سليم. لو انت استمريت او صبرت، شلت بقى الولاعه خالص، شلت العود، وشلت درجه الحراره، واستنيت شويه كده، استنيت شويه هتلاقي الكورس دوت برد وهتسمع صوت تكه، اللي هو رجع للوضع الطبيعي ويبتدي يديك قرايه تاني. ده معنى كده ان الاوفرلود سليم. يبقى في البدايه لما باجي اسخنه هيعمل لي عمليه فصل، تمام، وده انا هشوف طبعا بالقرايه اللي تطلع لي. ولما استنيت شويه هي عمليه توصيل وهيجيب لي بعد كده قرايه. نخش بعد كده بقى افحص ريلي التيار. الخامات طبعا اللي هشتغل عليها لازم يكون معايا ريلي تيار لعدد والاجهزه زي ما احنا اتفقنا، كلاب امبير، وصلات، مفك تيست، مفك عاده، مفك صليبه، وبنس. تعال نشوف الريلي بتاعي اهو، ادي الريلي. يبقى خطوات التنفيذ بتاعتي، اول حاجه فك مجموعه الضغط الريلي والاوفرلود عشان اطلع الريلي بره الدائره. بقوم ماسك هنا بقى الكلاب امبير، بنس الامبير، وبضغط على قراءه المقاومه. تالت حاجه بقوم داخل هنا بقيس المقاومه للريلي. خلي بالك في البدايه خالص ال L وال M، لو انا في الوضع بقى الطبيعي والغير الطبيعي هنا في ملف، يعني انا لو جيت قسته في اي وقت لازم ده يديني قرايه. اديني قرايه معناه ان الملف ده سليم. الوضع الطبيعي بقى بين ال L وال S الطرفين دول هو في حاله فصل في الوضع الطبيعي، تمام. يبقى انا اجي اقيس هنا ال L وال M اداني قرايه، ده كده مظبوط مفيش مشكله. ال L وال S مش هيديني قرايه، يبقى كده سليم مفيش مشكله. طب انا عايز اختبر بيوصل ولا لا، بقوم ماسك الريلي دوت وقلبه العكس، المفروض ان هوت هيقوم ده نازل وموصل، وصل واداني قرايه، يبقى كده ايه؟ يبقى نقط التلون سليمه وما فيهاش اي مشكله. تمام. خش بقى بقلب الريلي زي ما احنا قلنا وبشوف الكلام ده خلاص. طب تعالى بقى نختبر ده ريلي التيار، تعالى نختبر بقى الريلي الالكتروني. عندي هنا الالكتروني، العدد اللي عندي هشتغل بيها زي ما احنا اتفقنا، كلام بامبير، وصلات، وفاك تيست، والكلام ده كله. تعال نخش بقى على خطوات. عشان اتاكد من سلامه عمل الريلي التيار من النوع الحراري اللي هو بي تي اي سي، اوصل طرفيه بالكلام بامبير، المفروض في الوضع الطبيعي بيكون في حاله توصيل. لو اعطى قراءه او سمع صوت صفير الجهاز بيدل على سلامه الريلي، تمام، ما فيهوش اي حاجه خلاص. عشان اتاكد من عمل فصله بيتم تسخين الازدواج الحراري، فلو تم عملية فصل نقطة التلامس ولما يعطي قراءة وتوقف صوت صفير الجهاز دل ذلك على سلامة الريلي في عملية الفصل، وإذا لم يحدث ذلك يتم استبدال الريلي بآخر جديد يحمل نفس المواصفات. تعال بقى نخش على فحص المكثفات. تعال نخش كده على مكثف التقويم وعايز أعمله عملية فحص. يبقى الخامات اللي أنا هشتغل عليها لازم يكون معايا مكثف، العدد يبقى عندي العدد اللي إحنا اتكلمنا عليها، قلم بامبير، وصلات، مفك تيست، وهكذا. تعال نخش بقى على خطوات التنفيذ. اما ده ما هشتغل كهرباء، فصل التيار الكهربي عن الايه؟ التلاجة. دي اول حاجة هعملها.
بعد كده بفك مسمار تثبيت المكثف بجوه غطاء مجموعة الضغط واطلعه بره الدايرة. تمام. تاني حاجة بنفكك طرفي توصيل المكثف. طبعا المكثف يكون متوصل طرفين متوتر، بنفككهم ونطلع المكثف بره خالص. تعالى بقى نشوف بقى خطوات بقى، عايز اشوف المكثف شغال. اتكلمنا في النقطة دي النهاردة وقلنا بوصله هنا بلمبة قدرتها تقريبا 200 واط، المكثف ده لو مشحون واشوفه بقى كده وموصله بالطرفين دول، المفروض اللمبة ديت هتعمل لها عملية إضاءة وهتفصل تاني، ده معناه إن المكثف كان جوه شحنة وفرغها. تمام. ببص على المكثف من بره واشوف بقى ظاهريا هل هو فيه انتفاخ هنا. لو فيه انتفاخ هنا ده معناه ان المكثف دوت بايظ، وده معناه ان انا برميه واجيب واحد تاني. تمام. طيب نخش بقى بقيس ساعة المكثف الكهربائي. بقيس زي ما احنا قلنا، بجيب جهاز بيقيس لي ساعة المكثف بالفراد. تمام. وبقيس باخد الطرفين بتوعه، لو اداني نفس القيمة الموجودة على المكثف ده، لو ده اللي يدل ان المكثف سليم ومفيهوش اي مشكلة. تمام. تعال نبص كده، عندي هنا بقيس واشوف، عندي هنا المكثف اداني قراية. تمام. هنا المكثف وصلته مش اداني قراية، ده معناه ان المكثف مشكلة. عايز اعرف المكثف سليم ولا لا، بعمل ايه؟ بدمي ضبط الجهاز متعدد القياس الافوميتر على قراءة الاوم. الاوم كمان وتوصيل طرفي الجهاز بالمكثف، واذا لم يعطي قراءة اعكس طرفي التوصيل. تمام. لو مكثف سليم سوف يعطي قراءة اوم، وان لم يعطي قراءة دلذلك على تلف المكثف. دي طريقة تانية عن طريق قياس المقاومة. نخلي بالنا جدا من الموضوع، لنا اجيب اختبر المكثف، لنا المسه الطرفين بايدي او المس طرفين المكثف بايه، بمفك، لان ده ممكن يفرغ لي الشحنه ويحصل انفجار للمكثف وانا ماسكه، ده يعمل لي انا ايه مشكله وممكن يأذيني، فانا ببعد عن الاختبار بالنقطه ديت. وممكن في ناس بتختبره بحاجه تانية اللي هو يقوم ماسك ايه، او مش بيختبره، هو بيبقى عنده اخطأ في حاجه زي كده، اللي هو بيمسك الطرفين المكثف وهو مشحون، لما بيمسك الطرفين بيفرغ الشحنة في ايده، بتعمله مشكلة كبيرة جدا ممكن تؤدي الى وفاة. تعال بقى كده عايزين بقى نفحص جه الدور بقى على ايه، اللمبة والدوايا الموجودة في التلاجة، عايز افحصهم سليمة ولا في مشكلة. تمام. الخامات المطلوبة في الموضوع دوت بيبقى تلاجة منزلية، دوايا، لمبة، مفتاح، لمبة الكابينة، العدد اللي انا هشتغل عليها، جهاز قياس الكلامب امبير، الوصلات الكهربيه، مفك تيست، مفك عاده، مفك صليبه، وبنسه بؤوس. خطوات التنفيذ اللي انا اقدر انفذ بيها واختبر بيها الموضوع ده، اول حاجه فصل التيار الكهربي عن الثلاجه زي ما اتعلمت، افتح باب الثلاجه وانزع غطاء لمبه الكابينه واطلع اللمبه والدوايه. تمام. فكيت اللمبه، بستبدل اللمبه دي بلمبه تانيه وبجرب، لقيت المشكلة اتحلت. لو كانت اللمبة الأولانية ما بتقيتش، حطيت اللمبة الجديدة قادت، يبقى كده إيه، كان عيب لمبة وأنا غيرتها. تمام. إذا ضاعت لمبة الأخبار فاستبدل اللمبة. تمام. طب ولو كانت لمبة الكابينة سليمة فعلينا اتباع، يعني أنا حطيت اللمبة الجديدة لقيتها ما اشتغلتش برضه، يعني اللمبة القديمة معناها إن هي شغالة. أعمل إيه بعد كده في الخطوة رقم 7؟ أقوم فاكك الدواية من على لمبة الثرموستات. تمام. هطلع الدواية، اول حاجة هتأكد من ربط التوصيلات الكهربية للدواية، بعد كده هقوم فكك مفتاح اللمبة من مكان تثبيته بعلم الثرموستات واختبره. المفروض عندي المفتاح في الوضع الطبيعي، مفتاح اللمبة الوضع الطبيعي بتاعه من غير ما ادوس عليه بيكون في حالة توصيل، لما بدوس عليه بيبقى في حالة فصل. طب اقوم جايب جهاز وبنسة الامبير او جهاز اللي هيقرأ المقاومة ووصل في الوضع الطبيعي من غير ما ادوس عليه، المفروض هيديني في حاله توصيل وهيديني صوت صفاره وهيديني. تمام. طب لو انا ضغطت عليه، المفروض يعمل لي عمليه فصل، وبالتالي لما اجي اقيس يديني ما يدينيش قرايه ومش هيديني صوت صفاره الجهاز ده، داله لو حصل الكلام ده يبقى سليم. ده انا بختبر كده، اختبرت اللمبه واختبرت المفتاح، الوضع الطبيعي بتاع المفتاح وضع توصيل، المفروض يديني قرايه، الوضع لو انا دوست عليه
وبالتالي هيعمل لي عملية فصل، وده لو حصل يبقى كده سليم. تعال بقى نختبر سخان الجدار الفاصل وسخان المراية. عشان نختبر الخامات المطلوبة بتاعتي، ثلاجة منزلية، بابين ديفروست، سخان مراية قدرته 25 واط، سخان الجدار الفاصل قدرته 8 واط. دي السخانات، الأجهزة طبعا اللي احنا عارفينها، كلامب أمبير، وصلات، مفك تيست، مفك عادة، مفك صليبة، وبنسة. تعال بقى نشوف ايه الخطوات، ايه اختبار سخان الإزالة. بختبره ازاي؟ أول حاجة طبعا بعملها فصل التيار الكهربي عن التلاجة. بفتح كابينة التلاجة وأفك علبة الثرموستات، ماشي، بقوم فاكك طرف سخان الإزابة وبطلعه بره. بفك مسامير تثبيت السخان من على مبخر الكابينة وبخرج السخان. بعد كده بشغل جهاز كلامب أمبير وبضبطه على كرات الأوم، وبعد كده بقوم بقيس مقاومة السخان. المفروض هيديني قراية، ولاحظ القراءة المسجلة، فإذا أعطى قراءة فإن السخان سليم، وإم أما بقى لو ما أعطاش قراءة ولا صوت صفارة للجهاز يكون السخان تالف وسبب بآخر مكانه. بعد كده بقوم قاعد بعد تركيب الأجزاء اللي أنا فكيتها لمكانها تاني، بتحقق من عمل الثلاجة بعد تشغيلها واختبر أداء عمل السخان. طب تعالى بقى نختبر السخان الجدار الفاصل. ناخد الخطوات بتاعته. أول حاجة برضو زي ما اتفقنا، فصل التيار الكهربي عن التلاجة. بفك مسامير تثبيت مراية الجدار الفاصل زي ما احنا شايفين. تالت حاجة بقوم فاكك طرفي السخان من روزيتة التوصيل وإخراج السخان. رابع حاجة بقيس مقاومة السخان ولاحظ القراءة المسجلة، فإذا أعطى قراءة فإن السخان سليم، أما إم لو ما أعطاش قراءة ولا صوت صفارة للجهاز دل ذلك على تلف السخان وبستبدله بآخر جديد. خلاص، يبقى السخان المفروض لما باجي اقيسه بيديني قرايه، ما ادانيش قرايه يبقى كده دوت في مشكله. ادي الدايره الكهربيه للتلاجه باب واحد. عندنا محرك الضغط، ملفات تشغيل، ملفات تقويم. عندي هنا اوفرلود، الضغط عشان يوصل له التيار الكهربي لازم يعدي على الاوفرلود الاول ويعدي على الثرموستات، ليه طرفين، يبقى التيار هيمشي، الثرموستات في حاله توصيل هيعدي، الاوفرلود في حاله توصيل هيعدي، وبالتالي هيشتغل ايه الضغط. وهنا الطرف التاني لو الطرف النيوترال او الطرف الارضي بيروح يعدي على الريلي، وبعد كده الضاغط عشان يتحكم في ملفات التوييم. اللمبه المفتاح ما لهمش اي دعوه بالدائره دي كلها، هم بياخد طرفين مباشر على طول من التيار الكهربي، تمام، ما لهمش دعوه بقى الضغط شغال الضغط الفاصل. المهم لما اجي افتح الباب التلاجه اللمبه عندي تنور حتى لو الضغط دوت مفصول. الدائره التانيه دائره مركبه يتم ظبط الصقيع بها يدويا زي ما احنا شايفين كده، بيزيد عن سخان المرايه وسخان الجدار الفصل. طب عايز اعمل بقى فحص التوصيلات الكهربيه، الخامات المطلوبه، دايره كهربيه، ثلاجه منزليه عاديه، باب واحد او بابين، والعدد اللي احنا اتعلمنا عليهم ده كله. خطوات التنفيذ، اول حاجه طبعا بفصل التيار الكهربي عن التلاجه زي ما احنا عارفين، بيتم فك غطاء مجموعه تقويم الضغط، وبختبر اللي وبختبر الاوفرلود، بفتح باب التلاجه، بعد كده وبنزل غطاء لمبه الكابينه وبفك علبه السمسات وبشيل التوصيلات الكهربيه وبختبر اللمبه والدوايه والسمسات. بختبر عمل الضغط على حده، تمام، يتم قياس يتم الاختبار بقياس المقاومه لكل جزء. طبعا احنا خدنا كل واحد على حده، ازاي بختبر الاوفرلود وبختبر اللي، تمام، واختبر السمسات، بقيس عن طريق كله قياس الايه المقاومه، وفي الاخر بقوم عامل تقرير مبدئي عن العطل الموجود طبقا للنموذج المعد مع التلاجة. بكده نقوم انتهينا من المخرج التالت. انا عارف ان انا طولت عليكم في المخرج ده، مخرج شديد في كمية نظري وعملي كتير جدا، والعملي اكتر لان انا بختبر بقى كل الاجزاء الكهربية اللي موجودة عندي. يعني مخرج واحد والتاني ما كانش فيه شغل عملي كتير، الشغل كله كان موجود في المخرج ده. ف طبعا اكيد في الورشة موجودة عندكم هيتم الاختبار للاجزاء اللي احنا اتكلمنا فيها دي كلها، وازاي اعرف اوصل الدايرة الكهربية. فمخرج كان تقيل قوي، تمام، وممتع، وفي شغل كتير جدا هياخد مننا وقت كتير في تنفيذ العمل بتاعه. طولت عليكم معلش، بس كان محتاج ان انا اخلص المخرج دوت في الحلقة ديت. لو في اي سؤال الناس تبعت لي في الكومنت ونرد ان شاء الله. اتمنى نكون وصلنا المعلومة، واشكركم جدا وفي رعاية الله، واتمنى لكم التوفيق والنجاح.
كان معاكم دكتور أحمد بدوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.